الحديث الشريف يقول الداع بلا عمل كالرامي بلا وتر. مو فقط الدعاء، دعاء وعمل، هذا لا شك فيه، يدعو ويعمل، لأن الأسباب الكونية نصفها الله فوضها إلينا ونصفها الله أخذها بيده. أقول في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء أفراد، أحدهم من يجلس في بيته ويقول اللهم ارزقني، الله يقول له فتحت لك أبواب الرزق في مناكبها وقلوب الرزق، الله لا يستجيبها. الشخص الثاني الإنسان الذي عنده زوجة تؤذيه يقول اللهم خلصني منها، الله يقول له جعلت طلاقها بيدك، إذا لم تردها طلقها. لا نقول نحن الدعاء بلا عمل أبدا، لكن نقول أن نصف الكون مربوط بالدعاء. الإمام السجاد علمنا هذه المدرسة الهائلة، لكن نحن يجب أن نعرف قدرها. من الضروري علينا التمسك بالدعاء وذكر الله على طول الخط. تعالوا بعدك شغل قول لا جربوا هذا الشيء، لأن هذا الشيء مما يدرك ولا يوصف. على طول الخط قول لا إله إلا الله، شوف أصلا تتنور أو ما تتنور، تتغير حالتك أو ما تتغير حالتك. ومن عجيب الأمر، وهذا شيء مجرد، يقولون أن أسامي الله سبحانه وتعالى أي اسم كررته الله يعطيك نفس الصفة. يعني تريد أن تكون مثلا غنيا، على طول الخط قول يا غني، لا تمر مدة إلا وأن الله يغنيك. نحن يجب أن نتعلم من الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام هذا الشيء.